هاي التيتيود بالمناري إديما، هاي التيتيود بالمناري إديما، يعني في اكيوميليشن اوف فلويد في البالمونري انترستيشن وفي الانفيولاي ات هاي التيتيود. يعني مثلا اعرف كلمه جبل، انا عايز اعرف الباسو فيسيولوجي بتاعها، الميكانيزم بتاعتها. انا عندي ادا جبل اهوت مونتين، ادا السي ليفل، وادا ات هاي مونتين، شخص قاعد اهوت بيبقى عرضه لحاجه اسمها بالمونري اديما، عايز اعرف الميكانيزم بتاعتها. انا عارف ان انا كل ما برتفع عن مستوى سطح البحر بيقل الاير بريشر، بيقل الاير بريشر، وبالتالي بيقل الاكسجين تنشن فين في الاتموسفير. يعني بلاقي الاكسجين تنشن عند الهاي ماونتين اقل من عند السي ليفل، الهواء فيه الاكسجين تنشن قليل، وبالتالي يبقى الاكسجين اللي موجود في الهواء هيقل كل ما بطلع فوق مستوى سطح البحر. يبقى لو شخص عايش فوق مستوى سطح البحر هيبقى عرضه لايه؟ هيبقى عرضه لانه هياخد اكسجين قليل، وبالتالي هيبقى عنده ديكريز في الارتيريال اكسجين تنشن، ديكريز في الارتيريال اكسجين تنشن. اما يكون في ديكريز في الارتيريال اكسجين تنشن عنده، يعني معناها عنده حاجه اسمها هايبوكسيك هايبوكسيا، سببها زي ما احنا عارفين هايبوكسيك هايبوكسيا، ان في اكسجين تنشن في الارتيريال بلاد قليل، في الفينوس بلاد قليل، بيبقى السبب عندي حاجات ايه زي سبب من ضمن الاسباب مشكله فين؟ في الاكسجين فعلا في الاتموسفير قليل، وفي اسباب تانيه سواء في اللنج او في الهارت. طيب هايبوكسيك هايبوكسيا يعني انا في هايبوكسيا عندنا، واحنا عارفين ان البلمونري سيركوليشن غير السيستميك سيركوليشن. البلمونري سيركوليشن بتمتاز ان الهايبوكسيا فيها بتعمل فازو كونستريكشن غير السيستميك سيركوليشن. السيستميك سيركوليشن الهايبوكسيا بتعمل فازو دايلاتيشن، فبالتالي مع الهايبوكسيك هايبوكسيا يبقى في بلمونري فازو كونستريكشن، وفي بلمونري كابيلاري برضك فازو كونستريكشن. البلمونري ارتيريال فازو كونستريكشن هيؤدي لان يزيد البلمونري بريشر بلاد بريشر. اما يزيد البلمونري بلاد بريشر هيزود البلمونري كابيلاري بريشر، يعني هيزود حاجه اسمها الكابيلاري بلمونري كابيلاري هيدروستاتيك بريشر، ودي فلترنج فورس. واما يزيد البلمونري كابيلاري فازو كونستريكشن يعني معناها هيزيد البلمونري كابيلاري بريشر، يعني معناها هيزيد الكابيلاري بلمونري كابيلاري هيدروستاتيك بريشر، ودي ليت اللي بتزود الفلتريشن، ده فلترنج فورس. فهتعمل ايه بالمناري دي؟ ما زي ايه؟ بشبهها بايه؟ مركبين خرطوم في حنفيه، والخرطوم ده فيه فتحات صغيره، لو الحنفيه انا فاتحها بالراحه الخرطوم هينقط نقط قريبه صغيره كده مش واضحه. طب كل ما بزود فتح الحنفيه هيبان ان الماء تخرج من الخرطوم بسرعه اكبر. يبقى بالتالي تاني التكرار بيعلم الشطار، ات هاي ماونتين بيقل الاكسجين تنشن في الاتموسفير، فالشخص اللي هيتنفس الهواء ده هو على قمه جبل هيبقى عنده ديكريس في الارتيريال اكسجين تنشن، يعني عنده هايبوكسيك هايبوكسيا، هتعمل لي بالمونري فازو كونستريكشن وبالمونري كابيلاري فازو كونستريكشن. النت ريزلت ان هيزيد البالمونري كابيلاري بريجر، يعني هيزيد البالمونري كابيلا هيدروستاتيك بريجر، ودي فلترنج فورس تعمل بالمونري اديما. عشان افهم الكلمتين اللي قلتهم دول نفتكر مع بعض السيفتي فاكتورز اجينست بالمونري اديما. انا عندي بالمونري كابيلاري هنا اهي، ادي البالمونري كابيلاري، وعندي الالفيولس اهي، وعندي الليمفاتيك هنا اهوت، وما بين الالفيولس والبالمونري كابيلاري فيه الانترستيشن، وفي بيلاين الالفيولس حاجه اسمها البلمونري سيرفاكتن. اما اقول سيفتي فاكتورز اجنس بلمونري اديما، وجود البلازما بروتينز في البلمونري كابيلاري بتعمل لي حاجه اسمها ها بلمونري كابيلاري اونكوتيك بريشر، وديت انتي فلترنج فورس. البريشر اللي هو البلمونري كابيلاري بريشر بيعمل حاجه اسمها بلمونري كابيلاري هيدروستاتيك بريشر، وديت فلترنج فورس. يبقى البلمونري كابيلاري اونكوتيك بريشر ديت ايه؟ انتي فلترنج.
الكابيلاري هيدروستاتيك بريشر اللي هي الناشئه عن سريان البلد في الكابيلاري ديت فلترنج فورس. السيرفاكتنت اللي بيلاين الالفيولاي ده عباره عن سيرفيس تنشن لورنج لايبو بروتين كومبلكس، فهيقلل ايه؟ هيقلل ان الفلويد يدخل من الانترستيشن للالفيولاس، يعني يمنع البلمونار ايديم، يعني دي انتي بلمونار ايديم. طب الليمفاتيك بتسحب الفلويد من الانترستيشن من خلالها للليمفاتيك للسيركوليشن، يعني بتمنع البلمونار ايديم. لو تخيلنا بقى في الحاله بتاعتنا هاي ماونتين، البلمونري كابيلاري هيدروستاتيك بريشر زاد. في الطبيعي لو انا قلت البلمونري كابيلاري هيدروستاتيك بريشر 10 ملم مركري والكابيلاري اونكوتيك بريشر تقريبا 20 ملم مركري، يبقى واضح ان الدنيا ماشيه مع ان ما يبقاش في بلمونري ايديم، لان الايه الانتي فلترنج اكبر من الفلترنج، تغير القوتين التانيين اللي هم وجود السيرفاكتنت والليمفاتيك. لو تخيلنا بقى ات هاي ماونتين وزاد البلمونر كابيلر هيدروستاتيك بريشر بقى وليكن 30 ملم مركري، هيعمل ايه؟ بقت الفلترنج فورس زادت، يعني يزيد الفلويد اكيميليشن في الانترستيشيوم، وبالتالي هيزيد فين؟ الفلويد ممكن يتنقل للالفيولاس ويحصل اكيميليشن للفلويد في البلمونر انترستيشيوم والالفيولاس ويعمل لي بلمونر ايديم. يبقى اما ارجع تاني بسرعه اهوت، يبقى انا فهمت دلوقتي ات هاي التيتيود بلمونري ايديما ايه اللي ات هاي التيتيود بلمونري ايديما بتحصل ليه؟ سيمبلي الخلاصه ان في هايبوكسيا ادت الى بلمونري فازو كونستريكشن، انكريز بلمونري كابيلاري هيدروستاتيك بريشر، وبالتالي يزيد الفلتريشن والاكيوميليشن اوف فلويد ان ذا انترستيشن اند الفيولاس كوزنج بلمونري ايديما. أرجو أن الأمور تكون واضحة، بالتوفيق إن شاء الله.